باش يعطيك فلوسك ممكن انت انك تمشي تحجز ليه على الدار ديالو. هادشي اللي كاين وهذه هي المعلومات القانونيه اللي مهمه، بارطاجيوها مع اصحابكم، واللي عنده شي سؤال في المساله مرحبا. السلام عليكم، كنتمنى اموركم تكون كامله بخير وعلى خير، وكنتمنى نهاركم يكون داز مزيان. ديجا انونسيت لكم انني غادي نتكلم على الموضوع ديال الرهينه ديال الديون، اولا كيفاش نراهنوا المنازل وكيفاش نضمنوا الفلوس ناخذهم في الاخير، وبزاف ديال المعلومات القانونيه. اول حاجه اللي بغيتك تعرف هي انه في القانون ما عندناش هذه التسميه، هذه يعني عقد رهن، دونك ما كايناش في القانون. العمليه الصحيحه كدوز بجوج ديال الوثائق. اول وثيقه واللي هي وثيقه الاعتراف بالدين، هذاك الشخص اللي غادي يرهن لي الدار خصني ندير معاه واحد الوثيقه ديال الاعتراف بالدين، لانه كنعطيه الفلوس باش يرجعوا ليا في الاخر. وهذه الوثيقه كنديروها عند العدول، ما كنديروهاش عند كاتب عمومي، لانها الا درناها عند العدول كتولي وثيقه رسميه، الا درناها عند كاتب عمومي كتبقى وثيقه عرفيه، والوثيقه الرسميه قدام المحكمه كتكون قويه على الوثيقه العرفيه. دونك انت غتعطي واحد المونطون ديال 15 مليون والفوق او 10 المليون، ولا المونطون اللي غادي تعطي خاصك ضروري تاخذ عليه وثيقه رسميه. دونك وثيقه الاعتراف بالدين خاصها تكون ضروري وثيقه رسميه مصايبها العدول، ويكونوا فيها بزاف ديال المعلومات القانونيه على هذاك الشخص اللي غادي ياخذ الفلوس. اول حاجه خاص يكونوا فيها السميه ديالو، الكنيه ديالو، الصفه ديالو، وفاش خدام، وهذيك الدار واش في السميه ديالو ولا ماشي في السميه ديالو. والنيم دو كونط بونكير ضروري خاص يكون في العقد، يعني العقد خاصو يكون مكتوب مزيان، وهذا راه الشغل ديال العدول راه كيصوبو. دونك اول مساله قانونيه واللي هي هذه. المساله الثانيه، هذوك الفلوس ما خاصنيش نعطيهم ليه كاش، خاصني نعطيهم ليه باغ فيغمون بونكير وناخذ الروسي ويبقى عندي الروس. دونك هذه المرحله الاولى من هذه العمليه القانونيه. هنا ولا عندي جوج ديال الوثيقه او جوج ديال الوثائق اللي هما كيتبتوا هذه العمليه، الوثيقه الرسميه ديال الاعتراف بالدين اللي كتكون قويه امام المحكمه، الروسي بونكير. غندوزو للوثيقه الثانيه واللي هي عقد كرا. هذا العقد الكرا خصو يكون مكتوب مزيان بطبيعه الحال، ويكون محدد المده، حيت كاينين الناس كيرهنوا الديور وكيقول لك من الدار بلا ما نديروا المده محدده، خليها مطلوقه وحنا راه ديال بعضياتنا وراه ديال بعضياتنا وهاد الامور. كنقول لك لا، ضمن الامور ديالك بهذه المساله هذه، العقد خصو يكون محدد المده ويكون فيه الثمن ديال الكرا مكتوب، لانه في هذه الحاله ديال الرهينه الثمن ديال الكرا كيكون طايح، كيكون شي 700 درهم 500 درهم في بعض الاحيان. دونك هادو هما جوج ديال الوثائق اللي هي مهمه واللي كيداروا في العمليه ديال الرهينه. انت رهنتي الدار ودوزتي المده ديالك كامله، ملي بغيتي تخرج مول الدار ما بغاش يرد لك الفلوس ديالك. انت في الاول عطيتيه واحد 15 مليون وما بغاش يرجع لك في الاخر، كيقول لك مثلا انا راه مزيار، ولا كيشرط عليك، كيشرط عليك واحد الشرط، كيقول لك سير جيب لي اللي غادي يرهن الدار او اللي غادي يكري الدار وديك الساعه نعطيك الفلوس. كنقول لك بان هذه القضيه هذه غير قانونيه، وانت ماشي مجبر انك تمشي تقلب على شي واحد يرهن الدار باش انت تاخذ فلوسك وتمشي. هذه الحاجه الاولى. في هذه الحاله هذه الا ما بغاش يرجع لك الدار ديالك، خاص ضروري كتعتمد على هذيك الوثيقه ديال الاعتراف بالدين باش كتمشي للمحكمه وكتاخذ امر بالاداء من عند رئيس المحكمه اللي كتبلغوا ليه، وهذا بين قوسين بالمغربيه، هذاك الامر بالاداء تيقول ليه افلان هذا السيد راه بموجب هذه الوثيقه ديال الاعتراف بالدين كيتسالك شي فلوس ردهم ليه، ولا غادي يحجز لك على الدار ديالك. وهنا غادي نفتح واحد القوس، بزاف ديال الناس تنصب عليهم في العمليه ديال الرهينه الرهن المنازل ورهنوا واحد الديور اللي ماشي هما ديالهم. دونك لا باز ديال الرهينه ديال الديور هي واحد الحاجه او واحد الوثيقه اللي هي مهمه، واللي هي وثيقه الرسم العقاري. خاصك تمشي تشوف واش هذيك الدار محفظه في سميت هذاك الشخص اللي غادي يرهن ليك ولا لا، لانه بزاف ديال الناس كاينين خارج المغرب وديورهم كاينه هنايا، فكيكونوا عاطين الصوارت لشي سماسريه او لشي شي وحدين، وهذوك الناس هما الديور ماشي ديالهم غير شادين الساروت وكيرهنوهم للناس اخرين. فملي كيجيو الناس من برا كيخرجوا هذوك الناس اللي في الديور، كيقول لي راه الدار ماشي ديال داك الشخص اللي رهن ليك. دونك باش الفلوس ديالك تضمنهم ويرجعوا لك ودوز العمليه قانونيه، قبل لا دير الوثيقه ديال الاعتراف بالدين والكرا وهاد الامور، ضروري تقول ليه جيب لي اخويا الدليل والوثيقه بان هاد الدار في سميتك، وخصو يجيب لك ضروري وثيقه من المحافظه العقاريه اللي كتسمى وثيقه الرسم العقاري. دونك هذه هي العمليه القانونيه ديال الرهينه. اول حاجه هي انك تمشي تسول على ديك الدار واش محفظه ولا ما محفظاش، عاد من بعد دير وثيقه ديال الاعتراف بالدين عند العدول باش كتكون هذيك الوثيقه رسميه، اي من بعد كدير معاه العقد ديال الكرا وكتدخل كتسكن.
في الاخير انه من بعد ما كتسالي ديك المده ديال الكرا وكتبغي تاخذ فلوسك انت ماشي مجبر انك تمشي تقلب على شي واحد ويجي راه عندك الدار باش انت تاخذ فلوسك. الا دار معاك هذه المسائل خصك تلجاج للمحكمه، وراه بزاف ديال الناس نصفاتهم المحكمه ورجعت لهم الفلوس ديالهم بهذا الاطار هذا او في هذه القضيه هذه. فملي ما تيبغيش يعطيك فلوسك ممكن انت انك تمشي تحجز ليه على الدار ديالو. هادشي اللي كاين، وهذه هي المعلومات القانونيه اللي مهمه، بارطاجيوها مع اصحابكم، واللي عنده شي سؤال في المساله مرحبا.